عندك بقى المغناطيس ده في بيتك، عندك كنز بصراحة. هنعمل بقى افكار كتير جدا في الفيديو هتعجبك بإذن الله. يلا بقى نشوف اول فكرة معانا ايه. الفكرة دي بقى حلوة جدا، هتجيبي فرشة الشعر وهتجيبي بقى اي نوع برفان انت بتحبيه وتفضليه، وهتبدأي بقى كده ترشي على الفرشة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالشكل ده بقى هتلاقي ريحه الفرشه معاكي ريحتها خطيره، كل ما تيجي تسرحي هتلاقي ريحه شعرك ريحتها خطيره جدا. جربي بقى الفكره ديت وهتعجبك جدا. الفكره دي بقى حلوه جدا، هتجيبي ورق الغار او ورق لوري، وهتبداي بقى تجيبي اي نوع بخور انت بتحبيه وبتحبي ريحته، وهتحرقيهم بقى بالشكل دوت زي ما انتوا ما شايفين كده. طبعا الفكره ديت بتبقى حلوه جدا لو عندك بقى ناموس او هاموش كده في مطبخك، بتضيع بقى الحشرات طبعا واي روايح بقى في مطبخك او في الشقه عموما يعني. جربي بقى الفكره ديت وهتعجبك جدا. بقى طبعا المغناطيس، المغناطيس دوت اللي هو الاشكال كده اللي بتتحط على التلاجة زي ما انتم ما شايفين كده. طيب لو واحدة معاكي اتكسرت اوعي ترميها، هنجيب بقى المسامير زي ما انتم ما شايفين كده وهبدأ كده احطها عليه. شايفينه بالشكل دوت بقى المغناطيس سحب معايا المسامير كلها، شايفين بقى عامل ازاي؟ حتى لو حاطة في علبة بيسحبهم لك كلهم في مكان واحد، مسامير بقى او صواميل الحاجات دي كلها بتنفعنا. وكمان المغناطيس دوت بقى هتلاقيه في الشنط وهتلاقيه كمان في البوك، يعني لو اي شنطه اي بوكه قديم عندك لا ما ترموهوش، خدي منه المغناطيس بينفعنا جدا بصراحه، بيبقى كنز ببيتنا. وهجيب كمان الدبابيس، طبعا بتبقى عقده عندنا في كل بيت يعني، اهو شايفين بقى هتسحبوا هيسحبهم لي كلهم. المغناطيس بصراحه سحري، بيبقى حلو جدا كلهم كده هتلاقيهم في مكان واحد، بدل بقى ما تقعدي تدوري على دبوس لا كلهم هتلاقيهم في مكان واحد. شايفين بقى ما شاء الله بجد المغناطيس دوت بيبقى حلو جدا وبينفعنا كتير. جربي بقى الفكرة المغناطيس ديت وهتعجبك جدا. واتمنى بقى لو الفيديو عجبك واول مره تشوفي قناتي تدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله انا بنزله. نيجي بقى هنا للسولوتيب، هنجيب بقى السولوتيب وهنجيب الخله، خله الاسنان العاديه خالص، وهبدا بقى ادور على الحرف بتاع السولوتيب نفسه. بصراحه بتبقى رخم جدا، بنقعد كده ندور وبتبقى صعبه كده، وبنقعد كده ندور على الحرف بتاع السولوتيب. يعني كل ما بنيجي نستخدم السولوتيب وبعد كده نخلص استعمال بنلاقيها برده اختفت معايا ونفضل ندور. لا هنحط بقى الخله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. فكره الخله بصراحه جميله جدا، كل ما تخلصي الاستعمال تقومي حاطه الخله شايفين بقى، وتقومي لازقاها معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. الشكل ده بقى هتلاقي الحرف بتاع السولوتيب بمنتهى السهوله. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. وكمان تقدري برضو تنفذي الفكره ديت، تجيبي الخله بقى بتاعه الشيش طاووق الكبيره وتقدري تعملي بيها برضو الاسترتش كده من على الحرف، هتعجبك قوي برضو الفكره ديت. الخله بتاعه الشيش طاووق عشان بتبقى طويله هتحطيها كده على الاسترتش، نفس الكلام اللي عملناه في السولوتيب اعمليها في الاسترتش. وبالشكل دوت هتحطي العصايه بتاعه الشيش طاووق، الخله بتاعه الشيش طاووق شايفين بقى حطيتها كده في الاسترتش. طبعا افكار كده كتير بتنفعنا في المطبخ وتسهل علينا كتير واحنا واقفين كده وبنبقى مستعجلين، طبعا بقى عايزين الحرف بتاع الاسترتش او بتاع السولوتيب هتلاقيه بمنتهى السهوله. جربي بقى الفكره ديت وهتعجبك جدا وهتدعي لي عليها. نيجي بقى هنا للغطيان، لو عندك طبعا الغطيان دي بتبقى كنز بيتنا بصراحه. هنجيب بقى يعني مثلا غطا كبير شويه، وهنجيب الغطا الاصغر منه، الغطيين كده دول، وهنعمل بقى فكره حلوه جدا. وعندي بقى هنا السوسته ديت زي ما انتم شايفين كده بتروح وتيجي تروح وتيجي. السوسته دي طبعا بتبقى موجوده في اي بيت يعني، هتلاقيها بقى في لعب اطفالك وهتلاقيها في كذا حاجه يعني. كده اجيب مسدس الشمع، لو ما عندكيش مسدس الشمع مفيش اي مشكله، ممكن تجيبي اللي هو الشمع العادي التخين ده وتسيحيه على النار. هبدا بقى احط كده الشمع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لازما كده نلزق السوسته كويس جدا زي ما انتوا ما شايفين كده، وتثبتيها لازما نثبتها كويس جدا كده في النص. وهبدا كده اجيب الغطا الثاني وبرده احط كده فيه شمع كويس جدا زي ما انتوا ما شايفين كده، يعني نملاه كده شمع عشان بس يبقى بتثبت معايا كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهلزق الجزء الثاني من السوسته. وبالشكل دوت بقى السوسته هتروح وتيجي معاكي شايفين بقى اتثبتت معايا كويس جدا. هبدا بقى اجيب قطعه كده صغيره جدا من الدبل فيس، طب لو ما عندكيش الدبل فيس حطي شمع، بس طبعا لازما يبقى الشمع كده جنب الحيطه اللي احنا هنحط فيها. وهضيف بقى الدبل فيس هنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. نجيب بقى طبعا الفكره اللي احنا عملناها الجميله ديت وهحطها بقى عند الاكره طبعا بتاعه الباب، شايفين بقى سامعين بقى بتهبد ازاي ومعلمه، فطبعا ديت بقى هنحطها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت على
طبعا الخبطات اللي هي بتاخدها طبعا، شايفه بقى بالشكل دوت، هتروح وتيجي معاكي بمنتهى السهوله، مش هتخبط بقى في الباب ولا اي حاجه. اعملي بقى الفكره ديت في بقيه طبعا البيبان اللي عندك. فكره جميله وسهله وبسيطه، وعملناها ايه من الغطيان. وطبعا هنعمل افكار كتير جدا مع بعض باذن الله، وهتعجبكم جدا. واتمنى بقى لو الفيديو عجبك والطريقه عجبتك تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الشوكة على النار، وهنعمل فكرة حلوة جدا. اهم حاجة تسخن معاكي كويس جدا الشوكة كده، الحروف بتاعتها تسخن معاكي كويس جدا. الشوكة بقى بعد ما سخنت معايا، هجيب بقى عندي اي علبة، وطبعا هاخد الغطا بتاعها وهفتحه بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. نغرس كده، نعمل فيه فتحات، شايفين بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تمام كده معايا، يبقى كده يعني اربع خمس فتحات كده معاكي، افتحيها بيهم كده بالشكل ده. هجيب بقى عندي معطر، او ممكن كمان دوني او برفان، اي نوع برفان انت بتحبيه وبتفضليه. وهبدأ بقى كده افتح المعطر، وهجيب بقى العلبة وهحط فيها المعطر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معطر بقى دوني، اي حاجة انت بتحبي ريحتها، حطي فيها كده شوية صغيرين، وهتقفلي بقى العلبة وحطي بقى العلبة في الدولاب، هيخلي بقى ريحة الدولاب وريحة الهدوم حلوة جدا. جربي بقى الطريقة ديت وهتدعيلي. عندك بقى فتحات التهوية ديت في مرتبتك، هنعمل بقى فكرة حلوة جدا، هنرجع بيها المرتبة بتاعتك جديدة وزي الفل. طبعا لو فيها بقى أي روايح كريهة كده، أو مثلا لو عندك أطفالك بتعمل حمام طبعا على المرتبة، هنرجعها جديدة وزي الفل. محدش يعرف الفكرة دي كتير بصراحة، يعني فكرة حلوة جدا، وهترجع لنا بقى المراتب بتاعتنا جديدة وزي الفل معاكي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في المرتبة. اول حاجة هبدأ بقى اجيب البيكنج باودر، وهبدأ افتحه كده يعني سنة صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهبدأ بقى احط كده على المرتبة. وطبعا المرتبة الصغيرة التانية، لو عندك بقى مرتبتين تعملي بنفس الفكرة كده اللي انا بعملها. والمرتبة الكبيرة برضو، يعني اي مراتب عندك لازم كده تعمليها كل فترة. ابدأ بقى امشي كده بالفرشة زي ما انتم ما شايفين كده، عشان تخش جوه المرتبة نفسها من جوه. طبعا تقتل بقى اي حشرات، طبعا حشرة الفراش اللي بتبقى موجودة طبعا في المراتب. وهسيب بقى البيكنج باودر كده على المرتبة يعني بالظبط ساعة، مش اكتر من كده، لازم كده تمشي على كل المرتبة نفسها كده. بعد ما فات بقى معايا ساعة، هجيب بقى المكنسة وهبدأ كده شغلها، وهمشي بقى طبعا هتسحب لي كل الأتربة وكل الحشرات اللي بتبقى موجودة. يعني انا مش عايزة بصراحة اعلي صوت المكنسة بس عشان تسمعوني، زي ما انتم ما شايفين كده تمشي عليها كلها. بجد بتبقى فكرة حلوة جدا، يعني انا بصراحة بعملها كده كل كام شهر كده، يعني كل 3 شهور مثلا كده، على دخلت بقى الشتاء كده والمدارس، ابدأي بقى اعملي الافكار دي، بتبقى حلوة جدا وتنفعك كمان. نيجي كمان بقى على فتحات التهوية، زي ما انتم ما شايفين كده هبدأ بقى احط عليها البوز بتاع المكنسة، زي ما انتم ما شايفين كده هتسحب لي بقى كل الاتربة وحشرة الفراش اللي بتبقى موجودة في المرتبة. وكمان هنمشي على الجناب بقى بتاعت المرتبة زي ما انتم ما شايفين كده. هي بصراحة فكرة حلوة جدا لتنظيف المراتب، جربيها وهتدعي لي بجد. وهنا كمان اهي بتبقى فيه في المرتبة طبعا فتحتين من على الجناب، من هنا ومن هنا، يعني 4 فتحات كده بقى. بعد ما خلصت معايا المرتبة كلها، وطبعا انا عملت المراتب الباقية بتاعتي، يعني انت بقى اعمليهم بالمرة، طالما بقى بدأت في واحدة اعملي كله كده ونظفيهم كلهم مرة واحدة. الله بقى تجربي الطريقة وهتعجبك جدا وهتدعي لي. واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي تدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد بإذن الله.